السلام عليكم. طبيعة الحال في هاد أجواء ديال العواشر الأيام المباركة ديال شعبان كنحسوا بالطيبة ديال رمضان. هاد بحال هاد الأجواء نورمالمون خاصنا نستغلوها في صلة الرحيم، تواصلوا مع أحبابنا، نهنئوا لهم العواشر والصدقة، علاش لا نكثروا من الصدقة. والحمد لله كنشوفوا من ناحية جميع المواد، مثلا الا نهضروا على المواد الغذائيه كنشوفوا الشبكيه بجميع انواع ديالها، سلو تبارك الله، يعني الدائره ما بقاتش صغيره الحمد لله، يعني كاين لي شوا. ومن ناحيه عاوتاني الا جينا نشوفوا في تصميم الازياء ما شاء الله الحمد لله، يعني قطاع الصناعه التقليديه تقدم بزاف، ولينا تنشجعوا بعضياتنا، ما بقيناش كنلبسوا داك اللباس التقليدي فقط غير في المناسبات، لا ولينا كنلبسوا حتى في المنزل ديالنا، في سواء مع احبابنا مع وليداتنا، وهذا الشيء الحمد لله كيفرح. حاليا ما بقاش فهمتي داك الاجواء ديال رمضان، لحقاش فهمتي اغلبيه العائلات المغربيه ما بقاوش كيزوروا بعضياتهم، وهذا ميساج لكاع الناس، راه كاينه الموت في الدنيا، بقاو تزوروا العائلات ديالكم، لانه كاينه غير موته وحده. سريح الشباكيه ما بقيناش كنشموها في هذه الايام، هذه والو، بحال كاين رمضان بحال ما كاين. ان شاء الله هذا العام يكون رمضان زوين، حتى من الايام المقبله اللي دازوا، حتى من العام اللي داز بعدا. المهم ان شاء الله رمضان يكون زوين، نتمنى للجميع رمضان مبارك سعيد. انا فرحانه، يا ربي يدخلوا علينا الصحه والسلامه ان شاء الله. اجواء زوينه صراحه، انا كيعجبني رمضان، من الناس اللي كنبغي الاجواء ديال رمضان، حيتاش كتكون صله الرحيم، كنمشيو عند العائله. صراحه صعيبه بزاف انه الانسان ما يصومش في البلاد ديالو، كتجي قاصحه، حيتاش رمضان الحلاوه ديالو هو نصومو كاملين ونتجمعوا على الطبله ديال الفطور كاملين. بغيت نقول لهم الله يكون في عوانكم، غير حاولوا تجيو. بالنسبه للاصوات يعني كاين شي غلاء ديال هذا ولا ما كاين غلاء ولا والو؟ وهذه من كورونا لهنايا ولينا كنشوفوا هاد القضيه ديال الغلاء في السوق، ولكن ولينا كيف شنو غنقول لك، ولينا متعايشين معاها. كنتمنى ما يبقاش هاد الشيء هذا، حيتاش كاين المسكين ما فحالوش ما يقدرش يعيش بحال هكا، خصوصا راك عارف هنا في المغرب.